السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة دراغون بول زد كاكاروت. حسنا، نختار الان الذهاب الى خريطة العالم. نذهب الى موقع مراقبة كامي، نختار الذهاب الى موقع مراقبة كامي، نختار اجل. حسنا، نذهب الى موقع كامي. اصدقائنا، نذهب بأقصى سرعة. أحصل على نصيحة من بيكولو. حسنا، ننزل إلى الأسفل، نبحث عن بيكولو. يا بيكولو، نتحدث مع بيكولو. أصدقائنا، حسنا، نختار تحدث. هناك أمر أود التحدث إليك بشأنه يا بيكولو. بالتأكيد أجل، ولكن لماذا لا تزال سايانغن خارقا؟ ماذا؟ لا أعلم كيف يمكنني أن أشرح لك السبب، إلا أنني أحاول استكمال تدريبي. أما زلت تشعر بالمسؤولية تجاه موت والدك؟ نعم، هذا جزء من الأمر. فهمت، يبدو أن الأمر أنه لا داعي لأن أقلق في نهاية الأمر. حسنا، جوهان يتحدث مع بيكولو. نحصل على نصيحة بيكولو بشأن وفاة والد جوهان. جوهان لا يتحمل المسؤولية. حسنا، اتجه إلى مؤسسة الكبسولات. حسنا، نذهب ثانية إلى خريطة العالم. نذهب إلى مؤسسة الكبسولات، نختار الذهاب إلى مؤسسة الكبسولات، نختار نعم. حسنا، الآن نحن في مؤسسة الكبسولات، نرى ماذا يريدون منا أن نحصل. فاصل، اطلب من فيجيتا أن يقوم بتدريبك. حسنا، نذهب إلى فيجيتا. أين فيجيتا؟ نبحث عن فيجيتا. حسنا، فيجيتا، فيجيتا، بولما هنا. نبحث عن فيجيتا أصدقائنا. على ما يبدو أنه هنا أعتقد. ماذا تريد؟ هل تمانع في قتالي حتى أصبح أقوى؟ توفى والدي بسببي، أنا بحاجة أن أصبح أقوى حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر. الأمر متوقف على الحفاظ على سلام العالم. علي أن أحمي الأرض نيابة عن والدي. لا تكن ساذجا. حسنا، فيجيتا يتحول إلى السوبر سياجين، وجوهان أيضا يتحول إلى السوبر سياجين اثنين أعتقد. حسنا، سنتعارك الآن أصدقائي مع فيجيتا. التعارك، نبدأ التعارك الآن مع فيجيتا، نرى من هو الأقوى، جوهان أم فيجيتا. حسنا، نتلقى ضررا من فيجيتا. يتشنج جوهان. حسنا، نقوم بالدفاع عن أنفسنا قليلا. نرجع للخلف، نكون حذرين من فيجيتا، من هجمات فيجيتا. نهجم على فيجيتا الآن أصدقائنا، فرصتنا بالهجوم، لكن فيجيتا أكثر قوة منا حاليا. فيجيتا مستوى 52، إحنا مستوى 51 فقط. وتلقينا ضررا كبيرا من فيجيتا. حسنا، استخدم ماي سينكو، تجنبها فيجيتا اصدقائي. حسنا، نحاول ابتعاد عن مجال فيجيتا، نصد هجمات فيجيتا، نبتعد قليلا ايضا مرة اخرى. تلقينا ضررا كبيرا من فيجيتا. حسنا، نهاجم فيجيتا، نبتعد عن مجال فيجيتا الان. حسنا، نهاجم فيجيتا. فيجيتا يحاول صد الهجمات، صد كل الهجمات أصدقائنا. حسنا، ابتعد عن مجال فيجيتا، يهجم هجوم قوي الآن. الآن فرصتنا بالهجوم على فيجيتا أصدقائي، يتلقى ضررا كبيرا فيجيتا. نبتعد عن مجال فيجيتا، يهجم هجمة قوية فيجيتا، نهجم الآن. نبتعد مرة أخرى عن فيجيتا، سأهجم فيجيتا الآن هذه المرة، ولكن فيجيتا يصدها. حسنا، نبتعد عن مجال فيجيتا قليلا. حسنا، أهجم فيجيتا، نبتعد عن مجال، سيهجم هجمة قوية. حسنا، أهاجم فيجيتا أصدقائي، تلقى ضررا كبيرا من فيجيتا. حسنا، سأهجم فيجيتا ثانية. أوه، فيجيتا يهجم ولكن نصد الهجمة. نهجم ثانية على فيجيتا، نبتعد قليلا عن مجال فيجيتا. حسنا، نهاجم فيجيتا الآن. فيجيتا تلقى ضررا كبيرا من جوهان. حسنا، تحول إلى سوبر سايجين 2. حسنا، نبتعد قليلا عن فيجيتا. حسنا، نهجم الآن على فيجيتا أصدقائي، نصد هجمة فيجيتا. نستخدم ماي سينكو من هذه المسافة القريبة، نشحن نفسنا بالطاقة.
استخدم ماي سينكو. تلقاها فيجيتا بكامل طاقتها الزقاي. حسنا نشحن نفسنا بالطاقة قليلا حتى يغضب جوهان. يصل جوهان إلى قمة قوته الآن. حسنا نهاجم فيجيتا. سنهاجم بأقصى قوة جوهان الآن. فيجيتا يتلقى ضررا كبيرا من الزقاي. تلقينا ضررا كبيرا أيضا من فيجيتا. حسنا حاول الدفاع. نهاجم فيجيتا ثانية. فيجيتا يتلقى ضررا كبيرا من جوهان السوبر سايجين 2 وأصدقائه. حسنا نهاجم ثانية فيجيتا. وفيجيتا يتلقى ضررا كبيرا مرة أخرى من جوهان. حسنا ابتعد قليلا عن مجال فيجيتا. حسنا نهاجم مايسينكو. أوه لقد تجنبها فيجيتا بنجاح. حسنا يهاجم مسدس جولا فيجيتا. حسنا نهاجم فيجيتا ثانية. تلقينا ضررا كبيرا من فيجيتا. حسنا أهجم مرة أخرى مايسينكو. تلقى فيجيتا. لم يتبقى الكثير لطاقة فيجيتا. اقتربنا جدا من هزيمة فيجيتا أصدقائي. وهجم ثانية فيجيتا. يتلقى ضررا كبيرا. حسنا نحاول تجنب هجمات فيجيتا الآن. تلقينا ضررا كبيرا من فيجيتا. وهجمات قوية جدا من فيجيتا. حسنا نشحن نفسنا بالطاقة قليلا. نبتعد عن مجال فيجيتا أصدقائي. فيجيتا يريد الهجوم هجمات قوية. تلقى ضررا فيجيتا منا. نهاجم فيجيتا. نبتعد عن مجاله. سيهجم هجمة قوية الآن. نستخدم مايسينكو. تلقاها فيجيتا أصدقائي بنجاح. حسنا نختار السوبر سايجين 2 مرة أخرى. نستخدم مايسينكو. وتلقاها فيجيتا. لم يتبقى الكثير من طاقة فيجيتا. حسنا نحاول الهجوم على فيجيتا أصدقائي. نحن الآن في وضعية السوبر سايجين 2 لجوهان. نبتعد قليلا عن فيجيتا. نهجم ثانية. تم الإجهاز على فيجيتا بنجاح أصدقائي. قضينا على فيجيتا باستخدام جوهان سوبر سايجين 2. حسنا تصنيف A 989 ألف نقطة خبرة. يرتفع مستوى جوهان إلى مستوى 52. ها هو فيجيتا مع جوهان الآن. لقد كنت أقوى من ذلك بكثير عندما هزمت سيل. كنت تهمل التدريب أليس كذلك؟ هذا غير صحيح. بقول له فيجيتا كنت أقوى بكثير من هذا لما قتلت سيل آخر مرة. يقول فيجيتا لا جوهان أنت تهمل التدريب. ولكن جوهان يقول له هذا غير صحيح أنا لم أهمل تدريبي. حسنا اتجه لموقع مراكب كامي. حسنا نذهب إلى الخريطة. نذهب إلى خريطة العالم. نعود ثانية لموقع مراقبة كامي. نعود ثانية ونتحدث مع من الآن؟ تحدث إلى ديندي. حسنا نذهب إلى ديندي. ننزل إلى الأسفل هنا. تحدث. نختار التحدث مع ديندي. مهلا إنه ديندي. أوكي جوهان. إذا قلت أنك تريد أن تطلب مني معروفا زيادة قوة شينرون، ولكن من أجل زيادة قوة شينرون أحتاج إلى بعض الأشياء. كنت أمل أن تتمكن من مساعدتي في العثور عليه. حسنا يحتاج بعض العناصر. العناصر المطلوبة هي بلورة قوس قزح حتى يقوم بزيادة قوة شينرون. حسنا جوهان يريد من ديندي أن يزيد من قوة شينرون. فديندي يقول له موافق ولكن أحتاج بعض العناصر وهي بلورة قوس قزح. حسنا نعود ثانية إلى أين؟ إلى العجوز الشمطاء هنا. تعطينا بلورة معينة. نعود ثانية إلى ديندي. اتجه إلى منطقة جزيرة جزر الجنوب الشرقي. أوكي نعود إلى خريطة العالم. أين موقع هذه الجزر؟ منزل جوجو. قرية لوكا. قرية أوليف. مدينة أورانج. بدنا نبحث عن الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي الغابة الغربية.
سنعود ثانية لموقع مراقبة كامي. سننزل ثانية نتحدث مع ديندي قليلا. المدينة الغربية. سنذهب إلى الخريطة. مدينة البابايا. حسنا نذهب إلى مدينة البابايا. على ما يبدو ليست هذه الجزيرة. سنعود إلى خريطة العالم ثانية. جزر الجنوب الشرقي. أوكي. هذا الجزر الجنوب الشرقي، ولكن لمين؟ قرية لاكو. أنزل جوجو. مدينة أورانج و مخبأ ياماتشا. حسنا نذهب ثانية لموقع مراقبة كامي. نتحدث مع ديندي. نسأله ثانية أين مكان العجوز الشمطاء. يبدو كأن العرافة بابا في المدينة الغربية. المدينة الغربية. أوكي، نذهب إلى الخريطة. هنا المدينة الغربية. أوكي. مثلا أين في المدينة الغربية؟ حسنا على ما يبدو ليس مهما. اتجه إلى منطقة جزر الجنوب الشرقي. حسنا نذهب إلى خريطة العالم. نذهب إلى منزل كامي اللي هو منزل السيد المدرب السلحفاة العجوز الأسطوري القديم. ابحث عن المعادن في قاع البحر. حسنا، هذه هي المهمة أصدقائنا الجديدة، سأستكملها في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، نراكم في الحلقة القادمة أصدقائي من لعبة دراغون بول زد كاكاروت. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.